بونجور، كيفكم؟ اليوم هلا الساعة قديه؟ الساعة 5 إلا 10 نهار الاثنين. قال لي زمان ما عملت فود ريفيو، بعترف هالشغلة جبت كثير أغراض، فتحتهم، أكلت منهم، خلصتهم، كبيتهم، هضمتهم، فتح الحمام وتخلصت منهم. بس حبيت اليوم أعمل ريفيو على هدول الغراضين، وفرجيكم شوي عن الأغراض اللي جبتها. أشياء شوي يمكن ما بتلاقوها يمين شمال. المهم خلي هدول هون على الطرف. لنبلش بهيدا. The Big Cheese from Jolly Time. هيدا product of the USA. هيدا البوب كورن مايكرويف، بس الحلو فيه انه عن جد طيب، خاصة بس تلاقوه بالغلاف الابيض. كتير بنصح فيه، طعمته طيبة، منه غالي، بتتحقه دولار يمكن، ومرتب وفي شبعك لحالك او تتقاسمه مع حدا من اهلك. يلا اللي بعده. شغلة تانية، كول سن. هيدي نوعا ما ايميتيشن لكابري سن. الحلو فيها انها طيبة، رخيصة، الصندوق قلبه 10 حبات حو 4000 ليرة. طعمة ليمون بتذكرك ايام البامبا القديمة والبونجوس والشوكة، الشوكة الشنوان تبعتها هون، وفيك تشكة هون بشي محل. لك خلوني بس شوف وين الشكة، احي الشكة هون اذا فيكن تشوفوها. اوكي كتير طيب، بنصح فيها. شغلة تانية، سبايسي مايو. هيدا مثل اللي بيستعملوه بالمطاعم الامريكانية من العلبة، بتعرفوا حر منه كتير بس طيب. المشكلة فيه تعملوا حسابكم انه اتس ليكويد، منه كتير كرامي، اذا حطيتوه وتركتوه هذا بيسيح. هلا عاملينه على الامريكان واي، الجيمد بيكون فرنساوي مثل السيور. انا حقيقة انا افضل الجيمد، بس هذا طعمه كتير طيب وسعره كمان مقبول. اللي بعده هلمن. كل شيء بتلاقوا عليه كلمة هلمن شيء طيب. هيدا باربيكيو صوص، ما معقول لمعقول ده شو طيب. صحيح شغله انت الوسكي بس لذيذ، فيك تستعمله لحاله، بس احنا اكثر الاوقات بنحطه على الستيك، بنحب نتبل الستيك فيه بعدين نقليهم او نشويهم، وكمان طيب مع اي شيء بتحطوه مع البرجر بيطلع طعم كثير طيب. صحيت اللي بعده، الكاتشب المفضل عندي هانس كاتشب. اكيد انتبهتوا قد ايش اكل منها، كثير طيبه هانس، لانه منا لا كتير قصي ولا كتير مايعه، وفيها طعم ما فيها طعمة سكر ولا طعمة حموضة قوية، بس الخل فيها مرتب على المستوى اللي بدي اياه، كتير بحبها. اللي بعده اخيرا اخيرا اخيرا، هيدا لقيته بالكارفور بالسيتي مول. هيدا ناندوز بيري بيري صوص. هيدا الهوت اللي طلعنا هون من ورا، هيدا قبل احر شي في عندك السن الفيري هوت، وفي المايل، بس المايل بالجارليك فريفر. بدي ما جبته جارليك فريفر لهون لانه جبت توباسكو صوص اللي هي جارليك فريفر. البيري بيري صوص بقلبها حبه مثل الفاصوليا اسمها البيري بيري سيد، البيرد اي حقيقه. هات لنقرا ريسيبيز، ما بدي هذا الريسيبيز، منهم كاتبين هون جارليك بيري. عرفوهم في بقلبها شيء مميز من الريحه بتعرفوا، مهم انها حرة ما في مزح، بس طيب كتير. اهم شيء انا كتير بحب السلاد دريسنج. صحيح الاهل بيعرفوا يعملوا الزيت والخل والحامض وكذا، بس انا بحب لها. وهيدي تشانكي بلو تشيز، انا بموت بالبلو تشيز. اذا شي مرة صح لكم فوتوا على محل بيتزا وبيعمل بلو تشيز بيتزا، اشتروها ذوقوها وادعولي، بس الله يرحمكم من سمة البدن اللي عنا بدها تشم وتقلكم ريحة شو هيدي. البلو تشيز شي رهيب، هيدي برودكت اوف ذا يو اس اي، كثير طيبه وانا بحبها مع السلام. هلا المهم لنوصل على البي اس دي ريزيستانس، بيس دي ريزيستانس مال فوكس بليس. احي فانتاستيك وود اوفن بيتزا رايس كراكرز. اوكي انه تصوروا انه الياباني عم يعملوا رايس كراكرز مع وود اوفن بيتزا، هيدي كثير طيبه. رايس كراكرز هيك شكلهم، ما افتحها ما جاي على بالي. انا كثير بحب هيدي، لايك وفكرتنا كثير انواع، بس المهم هيدي الرايس كراكر اللي على طعمه الاوفن بيتزا بتعقد. ليه بتعقد؟ لانه في عليها سيزنينج كفايه وبتاكلوها. تقولوا لي انه ما بتقدر تاكلها حاف، كثير طيبه مع اللبنه. ما فيني اوصفكم قديش طيبه تاكلها مع اللبنه، واذا عندك عامل سلطه كسرها فوق سلطه وكلها وادعي لي. عندك ساور كريم، عندك لبنه، عم تعمل سوب سميكي او شيء شغله، كلها معهم او غمصها باي شيء، تشيدر صوص او شيء، كثير 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 طيبة، بنصح فيها بس شوي غالي، 2500 دولار. اخيرا وليس اخيرا المونستر مانش. هذا المونستر مانش من لورنز. لورنز هذه الشركة اللي بتعمل البينات بافز، كتير طيبة. هذا المونستر مانش بعتقد انه من البوتيتو سناك، منه درب او شيء. الحلو فيه انه طيب. مونستر مانش is the delicious potato snack from Rollins. From Lawrence. Every portion of Monster Munch will be a small, crispy potato snack adventure. What the
فك لا حدا يدري. المهم طيب هات لنا عملكم الماما ماما ماما ماني شاب بيبي حوي لا فتحت لانه اكيد شكلهم مميز نوعا ما. هذا طلع هات فيس نعم بايو احوي look it's the monster I'm gonna kill you and me I will end you لح اكله. المهم تعاون هيك نسمع الارشي عرب طيب شيبسي كتير طيب خاصة بس بسيطة كمان You killed my brother kill me now اوكي عمز السيستر انو فيكم شوفوا انو عميكم منه انو عشان طيب مهم هذا كان مغراض انو انا منصحكم اشتروا شغلي مثل هيدي هاي ليش بس كون عندكم شيبس او عندكم شي ضلوها فيه وسكروها وتحفظوها بهالطريقة بدل ما كل مرة تعتلوهم شنو تعملوا بالكيس واسمعوا ها هاي وتحطوهن هون مثلا نجيبوا هذا الكيس وتسكروا هاي وبتحطوا جوا مرحبا بهالطريقة شفتوا كيف وبتسكروا عليه هذا اذا رضي الاخ العزيز يسكر اليوم لانه بعرفوا نوقات بيحبوا يعملوا هيك مسكر على الكيس او ماي جاش لا عامة يلا هنرجع نعيدها هون اخو بس فوتها شفتوا بقى زي كانت غلطة حطوا هيك صار كيس تشيبس بامان وبيضلوا فريش اند سيلد فور كواليتي anyway ده كان فيديو تبع اليوم اشتقت لكم كثير ديسكليمر وين الفيديو تبعوني وصل 10000 فيو شكرا كثيرا لكل ايكم المناح الممناح اللي عملوا لي لايك اللي عملوا لي ديسلايك اللي سبوني عليه بفرق معي وشكر خاص لهيدا الحيوان اللي دائما بيعمل لي ديسلايك على كل فيديو بتشكرك هذا يعني انك عم تعطيني فيو شكرا انا ما بيهمني اللايك ولا ديسلايك بيهمني الفيوز ثانك يو برو باي اند ريمبر يو دو نوت نو ذا واي باي